لمدة أسبوعين على الأقل اعتبارا من يوم الأحد القادم، وذلك عشية حلول لإصابات الكورونا ومنع تفشي الطفرة البريطانية الجديدة بعد رصد 4 حالات مؤكدة منها في البلاد. وتعيش مدينة الناصرة في هذه العام الماضي حين كانت مواكب الحافلات تقل عشرات الآلاف من السياح إلى هذه المدينة العريقة، فيملؤون فنادقها ومطاعمها بأجواء الصخب والفرح. وبرغم أجواء الجائحة التي تلقي بظلالها الثقيلة على المدينة وأهلها، إلا أن مدينة البشارة اكتست بحلة الميلاد ورفعت فيها الزينة ونصبت الشجرة العملاقة. أصحاب المصالح التجارية في الناصرة كان يحدوهم الأمل بأن تكون فترة عيد الميلاد فترة خاصة تساهم في تعويضهم عن الخسائر الكبيرة التي ألحقتها بهم أزمة الكورونا، إلا أن الإغلاق الوشيك والتقييدات الصارمة على التجمعات ولقاء الأحبة والأصدقاء غيرت الكثير من التوقعات التي رسموها. تجه إليها الأنظار في هذا الوقت من العام تجد نفسها تقيم احتفالات خجولة تراعي تقييدات الجائحة بانتظار الفرج.